أنا فرحان إن أنا أكون موجود معاكم في هذا اللقاء، وخاصة إن اللقاء ده لقاء علشان نراجع فيه أرحام الكنيسة اللي هي تراث غني باللاهوت، غني بالعقيدة، غني بالروحانية، غني بالموسيقى المشبعة بالنفس. وزي ما التراث ده وصل لنا عبر القرون الماضية، دي مسؤولية علينا إن إحنا أيضا نستلمه وأيضا نستخدمه للقرون الآتية. وطلب مني إن أنا أتكلم موضوع على الروحانية والطقوس. عشان كده عايز أقرأ لكم جزء من سفر اللاويين إصحاح 9 من عدد 22 لعدد إصحاح 10 عدد 7. طبعا زي ما كلكم عارفين إن سفر اللاويين ده السفر الخاص بالسبط لاوي أو ترتيبات السبط لاوي، وده السبط اللي هو كان بيختار منه الكهنة والكهنوت. إصحاح 9 كان بيتكلم على موضوع تكريس هارون هو وأولاده للعمل الكهنوتي. بيختم هذا الإصحاح بالآتي: ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم، وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة. ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرج وبارك الشعب. فتراءم مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم. فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم. وأخذ ابن هارون ناداب وأبيه كل منهما مضمرته، وجعل فيهما نارا ووضع عليها بخورا، وقرب أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما به. فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما، فمات أمام الرب. فقال موسى لهارون: هذا ما تكلم به الرب قائلا: في القريبين مني أتقدس، وأمام جميع الشعب أتمجد. فصمت هارون، فدعا موسى ميشائيل وأصفان ابني عزيئيل عم هارون، وقال لهما: تقدما ارفعا أخويكما من قدام القدس إلى خارج المحل. فتقدما ورفعهما في قميصيهما إلى خارج المحل كما قال موسى. وقال موسى لهارون وإليعازر وإيثمار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا ويسقط على كل جماعة، وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيكون على الحريق الذي أحرقه الرب، ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لئلا تموتوا، لأن دون مسحة الرب عليكم. ففعلوا حسب كلام موسى مجدا للثالوث القدوس إلهنا آمين. الإصحاح ده بيكلمنا على تكريس هارون وأولاده، وفي نهاية التكريس هارون رفع إيديه وبارك الشعب، وحصلت ثلاث حاجات عند مباركة هارون للشعب. أول حاجة نزلت تراءى مجد الرب لكل الشعب. مجد ربنا ظهر، كان دايما مجد الله يظهر في سحاب كده. ثاني حاجة نزلت نار من السماء وأكلت ذبيحة محرقة والشحم، ودي علامة قبول الله للذبيحة. ثالث حاجة حصلت
ان الشعب صرخ وهتفوا وسقطوا يعني سجدوا امام الرب. طبعا شافوا مجد ربنا وشافوا النار نازله من السماء بتاكل الذبيحه، ربنا قبل الذبيحه، فكان رد الفعل الطبيعي ان هم يسبحوا الله ويسجدوا امامه. ولكن مع فرحه هذا اليوم وظهور مجد ربنا ومع قبول ربنا للذبيحه، حصل في اليوم ده حاجه حزينه جدا جدا. ايه اللي حصلت؟ ان جيب هارون كان عنده اربع اولاد، واحد اسمه نداب، واحد اسمه ابيهو، وواحد اسمه اليعازر، وواحد اسمه ايثامار. اثنين من ولاد هارون راحوا قدموا نار غريبه، وهنتكلم بعد شويه على ايه حكايه نار غريبه. يقولوا قدموا نار غريبه لم يامرهما بها الرب. يبقى تعريف النار الغريبه ان هم قدموا حاجه مش حسب امر ربنا ليهم. اول ما قدموا النار الغريبه ايه اللي حصل؟ خرجت نار من عند ربنا واكلتهما فماتا من امام الرب. عايز افرق بين النار اللي خرجت من خمس دقايق والنار اللي خرجت دلوقتي. النار اللي خرجت من خمس دقايق كان نار القبول، قبول الله للذبيحه بتاعت المحرقه. انما النار اللي خرجت دلوقتي دي نار رفض لما فعلوا نداب وابيه. النار الاولانيه كانت نار بركه ظهر بيها مجد ربنا واستعلن امام الشعب. اما النار الثانيه دي كانت نار لعنة. ربما نتساءل نقول ايه خطية نداب وابيه اللي ربنا في فرحة هذا اليوم المحرج تدشين هارون او تكريس هارون كرئيس للكهنة وولاده للكهنة، في فرحة هذا اليوم ربنا يقتل اثنين من ولاد هارون، ايه خطيتهم؟ في ثلاث تفاسير لخطية نداب وأبيهو. التفسير الأولاني إن بيقولوا استخدموا نار، كان المفروض الفحم اللي استخدموه عشان يحطوا عليه البخور كان يبقى متاخد من مسبح المحرقة. زي ما تقروا في لاويين إصحاح 16 وعدد 12 يقول ويأخذ ملء المضمرة جمر النار عن المسبح من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا. يعني كان المفروض ياخد الفحم من مسبح المحرقة، وهو الفحم ده اللي هياخد من مسبح المحرقة يحط عليه البخور. فربما سميت نار غريبة علشان هم جابوا فحم مش من على مسبح المحرقة. ده التفسير الأولاني. التفسير الثاني ربما ان هم يكونوا دخلوا الى الهيكل وهم سكرانين، لان في لاويين اصحاح 10 عدد 8 يقول وكلم الرب هارون، عدد 8 عن بعد الحاسه بتاعت نداب وابيه على طول، يقول وكلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لا تشرب انت وبنوك معك عند دخولكم الى حته الاجتماع لكي تموت لكي لا تموت. فبعض الاباء المفسرين بيقولوا ربما يكونوا دخلوا وهم شاربين خمر، عشان كده ربنا اعتبر ان الذبيحه اللي بيقدموها لنار غريبه. لو التفسير الثالث ان هم دخلوا خيمه الاجتماع او قدس الاقداس في وقت غير مسموح لهم بالدخول، لان في لاويين اصحاح 16 عدد 1 وعدد 2 يقول وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقترب امام الرب ومات، وقال الرب لموسى كلم هارون اخاك ان لا يدخل كل وقت الى القدس داخل الحجاب امام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت لان في السحاب اطرا على الغطاء. فعارفين كان القدس العهد دي ما فيهوش شكاية قدس الاقداس الا في واحد يوم الكفاره العظيم، والقص بتاعه موجود في لاويين اصحاح 16. فيعني ثلاث احتمالات او ربما اكثر من
الفلسطينيين على مسبح معتقة أو دخلوا إلى القدس وهم شاربين خمر، أو الاحتمال الثالث دخلوا إلى قدس الأقداس في يوم غير يوم الكفارة العظيم. لكن أنا أكثر حاجة تهمني هنا في تعريف النار الغريبة زي ما عرفها سفر اللاويين إصحاح 10 عدد 1 يقول: وقرب أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها. دي نقطة مهمة بدنا نركز عليها النهاردة وهنتكلم على طقوس كلمة لم يأمرهما بها. طبعا هارون شاف اتنين من ولاده ماتوا، فزي ما بتقول كان عايز تفسير ايه اللي حصل؟ ليه ربنا عمل كده؟ فربنا بعت موسى لهارون يشرح له سبب ان ربنا قتل اتنين من ولاده مرة واحدة. يقول لك: فقال موسى لهارون: هذا ما تكلم به الرب قائلا. ده التفسير بقى لربنا موت نداد وقتها. قال له كده: في القريبين مني أتقدس، وأمام جميع الشعب أتمجد. إيه معنى الكلام اللي قاله موسى لهارون؟ قال له: أنا، ده ربنا بيقول، أنا الله متوقع إن الكهنة اللي بيخدموني وبيقربوا قرابين الناس أمامي، وأيضا يتقربون إلى داخل قدس الأقداس وإلى داخل الهيكل وخيمة الاجتماع أمامي، أنا متوقع إن هم يقدسون. كلمة يتقدس معناها يفرز أو يخصص أو يعامل معاملة خاصة. لما أجي أقول إن الكنيسة دي مدشنة معناه إن أنا بعملها معاملة خاصة. أقول الصينية دي أو الكاس ده مدشن يبقى بيتعامل معاملة خاصة، لازم أمسكه بالفافة، ما أقدرش مثلا أستخدمه في أي استخدام آخر غير الذبيحة إلى آخره. فربنا بيقول أنا متوقع من إن ولادك نداب وأبيه الكهنة اللي بيقفوا قصادي ويخدموني، أنا متوقع إن هم يقدسوني. يقدسوني يعني إيه؟ يعاملوني بإحترام، يعاملوني بالكرامة اللائقة بيا أنا رئيس الكهنة الأعظم. يعني لما نداب وأبيه قدموا بخور أو نار لم يأمرهما بها الرب، دي دلالة عدم احترامهم أو تقديسهم لربنا. يعني أنا لما باجي أقدم نار غريبة، وبشرح لكم إيه النار الغريبة دي في مفهومنا دلوقتي، أمام ربنا يبقى أنا لا أقدس ربنا، لا أقدس ربنا. ده التفسير الجزء الأولاني من التفسير. وإيه الجزء الثاني؟ قال: في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد. مش بس الكهنة المفروض يقدسوني يعني يعاملوني باحترام، لكن المفروض إن هما يمجدوني أمام الكل. مفروض في الطريقة اللي بيخشوا بيها إلى المسبح ويقفوا أمامي ويقدموا العبادة اللائقة، ده بيمجدني أمام كل الحاضرين وأمام الشعب. فنداب وأبيه بتقديمهم للنار الغريبة لم يقدسوا ربنا، يعني لم يعاملوه معاملة خاصة به تقدسه كإله وكرئيس الكهنة الأعظم، وأيضا لم يمجدوه أمام الشعب. ليه؟ ما لما يجي الشعب يشوف الكاهن بيكسر وسيط ربنا وبيتعامل بالطريقه دي مع ربنا، الشعب يتجرأ على الله، وبالطريقه دي يبقى احنا لا نعطي مثالا حسنا وقدوه امام الشعب في تمجيد ربنا. مش كده وبس، ده روح ربنا امر موسى بنقطتين تاني، نقطتين يمكن صعبين. النقطة الأولى قال له أنت ولاد عمهم اللي هم ميشائيل وأصفار علشان يرفعوا الاثنين اللي ماتوا دول إلى خارج المحل. يعني لا هارون ولا ولاده هيخرجوا يشيلوا إخواتهم ويخرجوهم بره المحل، ده ولاد عمهم. وبعد كده يروح يقول إيه؟
يقول له. وقال موسى لهارون ولعازر وإيثمار ابنيه، يعني للأب اللي هو هارون والاثنين الإخوات الاثنين اخواته ماتوا، قالوا كلام يمكن شديد شويه. قال لهم لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا ويسقط على كل جماعه. الرب ده ابني، اثنين ولادي ماتوا النهارده واثنين اخواتي ماتوا النهارده، قال لهم لا تحزنوش عليهم. واما اخواتكم وكل بيت اسرائيل فيكون على الحريق، يعني خلوا بقيه شعب بيت اسرائيل هم اللي ينوحوا على نداب وابيه. اما انتم من باب خيمه الاجتماع لا تخرجوا لئلا تموتوا. ما تخرجوش ورا نداب وابيكم اللي مات، ما تخرجوش باب خيمه الاجتماع. ليه؟ لان دول مسحه الرب عليكم، لسه الزيت بتاع المسحه موجود عليكم، ما تقدرش تخرج من خيمه الاجتماع حتى من اجل الميت بتاعك. ابني او اخويا اللي مات وما قدرش اخرج وراه. كلام شديد، لكن ده يبين لنا ايه؟ ايه الدروس اللي احنا نستفيدها من القصه دي؟ وليه انا اخترت القصه دي؟ علشان اخدها كمقدمه للكلام عن موضوع الطقوس والعباد. عايز اول درس نستفيده ان احنا لما نيجي نعبد ربنا لازم نعبده كما امر هو وليس كما نستحسن نحن. كما امر هو وليس كما نستحسن نحن. ربنا اعتبر ان نداب وابيه قدموا نار غريبه. ليه؟ لان هم قدموا نار لم يامرهما به. دي تبين لنا نقطه مهمه جدا، انما الطقس بتاع الكنيسة اللي احنا اخدناه من الكتاب المقدس اللي ربنا سلمه لموسى في العهد القديم وبعدين سلمه للرسل والرسل سلمهم لنا، احنا مفروض نلتزم بهذا الطقس ونكون امنا جدا جدا في الحفاظ عليه، وان انا لما بخش وبعبد ربنا بعبده حسب الطقس اللي انا استلمته واللي مش من جيل الى جيل لغايه ما وصلنا النهارده، مش حسب ما استحسن انا. انا بقول الحته دي ليه؟ لان احيان كثيره بندي لنفسنا حريه ان احنا نغير في طقس الكنيسه، او نغير في كلمات القداس، او نحسب جزء، او جزء يكون سرا، وبندي نفسنا الحريه، بالرغم ان ربنا ممكن يعتبر ان دي نار غريبه، يعتبر دي ان انا بعبده بطريقه لم يامرني بيها. ربنا لو عايزنا كل واحد يعبده بمزاجه ما كانش يقعد مثلا في العهد القديم لما يجي يتكلم على خيمه الاجتماع يوصفها بالتدقيق ثلاث مرات. وبعدين سفر كامل زي اللاويين يشرح فيه تفاصيل دقيقه جدا جدا عن الذبائح. اذا الكنيسه النهارده لما بتسلمني طقس، طقس معموديه، سلمنا طقس قداس، سلمنا طقس اكليل، مهما كانت الضغوط عليا دي ما تخلينيش ان انا ابتدي اتصرف في الطقس براحتي واغير واشيل واحط لئلا اكون بقدم نار غريبه امام ربنا. ولو انا قدمت حاجه ليست حسب امر ربنا يبقى انا بقع في خطيتين. الخطيه الاولى ان انا لا اقدس الله، والخطيه الثانيه لا امجده امام الشعب. وده اللي ربنا قاله عن لسان موسى لهارون، قال له في القريبين مني اتقدس وامام جميع الشعب اتمجد. مهم جدا الكاهن ده، دي يعني سر اسرار البيعه بتستلمها، والطقوس دي من الكنوز بتاعت الكنيسه اللي الكنيسه بتاتمنك عليها. وزي ما الكنيسة حافظت علينا طوال الواحد وعشرين قرن الماضي أو العشرين قرن القرن الواحد وعشرين، أنت مفروض تبقى أمين إنك تستلم هذا الطقس وتسلمه أيضا للآخرين. ومن هنا دراسة الطقوس ودراسة تاريخ الطقوس ودراسة روحانية الطقوس
مهمة جدا جدا في عبادتنا لربنا ككهنة. يعني لازم الطقس اللي انا استلمته ابقى فاهم انا بعمله ليه، وابقى فاهم وصلني ازاي، وازاي اقدر احافظ عليه واقدر اشرح معانيه ايضا للشعب. النقطة الثانية اللي نستفيدها من قصة نداب وأبيه هي أولوية خدمة ربنا عن أي شيء تاني. ربنا قال لهارون ما تحزنش على أولادك، لأن كان مظاهر الحزن لا يكشفوا رؤوس يكشفوا رؤوسهم ويشقوا ثيابهم. ربنا قال له لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا. والنقطة الثانية قال له ما تخرجش أنت وأولادك وأخواتك وأولادك عشان تدفنوا نداب وأبيه، لأن زيت المسح عليه. أتكلم بصراحة شوية. من الحاجات الكتيرة اللي بتحزنني إن أنا بشوف استهانتنا بالقداس الإلهي. يعني مثلا يكون طب كاهن قاعد في الكنيسة وقت القداس وفي جيبه الموبايل بتاعه، يرن الموبايل ممكن يتحرك شوية من المسبح وياخد المكالمة ويرجع تاني. إن كان ربنا ما سمحش لهارون مش اللي يرد على السلفون، ده ما سمحلوش ان يقفل ولاده وما يخرجش من الهيكل وما يخرجش من امام المسبح علشان قال زيت المسح عليك. ازاي انا ابقى واقف في الهيكل ومعايا الموبايل بتاعي وعمال اخد مكالمات وعمال احكي؟ ودي انتقلت، ما هو ما قالوا في جميع الشعب اتمكن، انتقلت من الكهنه للشمس. كتير من الشمس في وقت القداس واقف ويعمل مكالمه على الموبايل ويرجع تاني. ازاي يا جماعه؟ ايه اللي ممكن يعني حاجه طريقه تحصل تخليك وقت القداس الالهي ترد على الموبايل بتاعك؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ وحتى لو حاجه حصلت هل هي اهم من ربنا؟ ده كان ربنا لم يسمح لهارون ان يدفن ولاده، قال ما تخرجوش من باب خدمه الاجتماع لئلا تموت. أو بلاش الموبايل، تلاقوا مثلا وقت القرايات، تلاقوا بقى كانوا قاعدين في الهيكل بيحكوا مع بعض، بينظموا ترتيبات الخدمة، ممكن بيحكوا في أي كلام، ومعلش سامحوني أتجرأ، ممكن بيحكوا في كلام إدانة ونميمة، شفت حصل إيه وما حصلش إيه، يوقف القداس، وبعد كده يطلع يقف على الناس ويرجع من القداس بتاعه. هل إحنا كده لو حطينا الآية دي في القريبين مني أتقدس وامام جميع الشعب اتمجد، هل فعلا احنا بنقدس ربنا ولا احنا بنمجده؟ او الاب الكاهن اللي بوقت القداس وخارج داخل خارج داخل خارج داخل، يقول لك معلش في شغل في الكنيسه لازم يخلص، مين يعمله غير؟ يعني ايه شغل في الكنيسه لازم يخلص؟ ده وقت عباده لكل شيء تحت السماء وقت، شغل يتاكل، ده انا واقف امام ملك الملوك ورب الارباب، كيف اخرج من الكنيسه وقت القداس الالهي؟ مهما حصل مفيش حاجه خرجت من الكنيسه. وارجع تاني واقول لو ربنا قال لهارون ما تخرجش عشان تدفن اولادك، ازاي انا اخرج من الكنيسه لاجل اي ترتيب؟ طبعا العقل اتدخلت من الكاهن للشمس، الشمس يبقوا داخلين خارجين داخلين خارجين ورد القداس. انا اخشى لو ربنا عاملنا زي ما عامل العهد القديم، يا ترى هيبقى موقفنا امام ربنا؟ يا ترى كم واحد مننا بيوقف ربنا وبيقدسه وبيمجده كما ربنا متوقع مننا ان احنا نقف نقدسه ونمجده؟ فلازم يا جماعه نعرف ان خدمه مسبح الرب دي من اهم الخدمات اللي بيقوم بيها الاب الكاهن، بل هي قدس اقداس الكاهن. يعني ايه قدس اقداس الكاهن؟ كلمه كاهن بالقبطي او اليوناني بريسبيتيروس. بريسبيتيروس جاء من كلمة ايه؟ بريسبيا. بريسبيا يعني ايه؟ يعني شفيع. يعني الكاهن دوره الأساسي إنه يقف أمام المسبح يشفع عن شعبه أمام الله، ده دوره الأساسي. يعني دورك أهم من حل المشكلات، وأهم من الإشراف على المباني في الكنيسة، وأهم من خدمة الفقراء، وأهم من كل الخدمات اللي بتقوموا بيها، أنا مش بقلل من الخدمات التانية. لكن الخدمة الأساسية في دور الكاهن إنه إيه؟ إنه شفيع، إنه بيقف أمام المسبح يشفع عن شعبه أمام المسبح.
كده يفرقوا ما بين النبي والكاهن. النبي ينبئ، فالنبي يسمع من ربنا ويوصل للشعب، اما الكاهن يسمع من الشعب ويوصل لربنا. عشان كده مكان الكاهن الطبيعي هو المسبح. مكان الكاهن الطبيعي ان يقف امام المسبح ويصلي، مش يسيب المسبح عشان يشرف على خدمات تانيه. في القريبين مني اتقدس وامام جميع الشعب اتمجد. علشان كده انا بحط ايد امامنا علشان لما نيجي نقف ونعبد ربنا نعبده عباده بجديه، نعرف ان احنا واقفين زي الملائكه امام ملك الملوك ورب الارباب. لازم يكون في جديه في عبادتنا امام ربنا. يبقى الدرسين الاساسيين اللي انا بتعلمهم من قصه نداب وابيه، الدرس الاولاني ان انا لما اجي اعبد ربنا اعبده زي ما هو عايز مش زي ما انا شايف. ما اديش نفس الحريه ان انا اغير والا اكون بطلت النار غريبه. والدرس الثاني الجديه والاولويه في عباده ربنا. برضو ناهيك بقى عن مثلا الافراح، احنا بتبقى برضو ده سر من الاسرار. وتلاقي مثلا في الافراح دي فرصه بقى نضحك واحنا بنقول الوصيه مثلا بتاعت نقول لها سيدي الكاهن واخد الفرصه دي ان هو يقولها بطريقه مضحكه والناس تضحك والشعب يضحكوا، واخد بالك؟ وبالطريقه دي انا حتى بضع في الوصيه. والوصيه دي متاخده من الكتاب المقدس من بطرس الاولى اصحاح 3 على الواحد، لما بطرس الرسول بيقول ايتها النساء اخضعن لرجالكن، وبعدين يكمل يقول كما كانت من السره تطيع ابراهيم وكلها سيد. فانا بتكلم هنا بوصيه، لما اقول الوصيه واخدها بمأخذ الضحك، انا برسل للناس ان ما تاخدوش الكلام ده جد، هذا كلام بتقوله كده وتخلص فيه. فهل دي يضيق؟ ده سر الاسرار. طب مصر تلاقي سر تاني زي سر الاعتراف. تلاقي الاب الكاهن يعني كل شعب عمال يرد على المنبر وعمال يخرج ويدخل. احيانا المعترف ده ما بيحسش ان هو في سر، ان انا بدردش مع بنحكي مع بعض وممكن نضحك مع بعض، ممكن يعني اي حاجه تحصل لا تليق بكرامه السر. لازم نعرف النهارده ان خدمتنا فيها جديه، نحن خدام الملك ملك ربنا. ودي تخليني انتقل للنقطة الثانية اللي هي أنواع العبادة في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ميز ما بين أربع أنواع من العبادة. ثلاثة منهم مرفوضة وطبعا عبادة مقبولة أمام ربنا. أقول لكم إيه الثلاث عبادات المرفوضة في الأول وأختم كلامي عن العبادة المقبولة أمام ربنا. أول عبادة مرفوضة أمام ربنا نلاقيها في متى إصحاح 15 من عدد 7 لعدد 9. يقول إيه؟ يقول يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني. وباطلا يعبدونني دي بنسميها عبادة الشفتين. ان الواحد يعبد ربنا ويتحول الطقس ده الى كلام شفاه وليس كلام قلب. فربنا يبص للاب الكاهن او للشمس اللي واقفين امامه ويقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه مبتعد عني. يعني احنا لما نيجي نكر القداس الالهي، سامحوني في التعبير، اكره وانا مخي سرحان في مليون حاجه مش تنطبق علي لازم في عباده الباطله. انا اقف كده اشرب معايا شربان دوسن بريف بصني. ده احيانا انا بتكلم من كتر السرعه ما بينطقش كل الكلمات. يعني تلاقي كان يقف يقول لك ايه؟ ايوه السيد الرئيس بشكرك الى هذه الساعه. ايه ده دي عباده صدر ربنا؟ هل دي كده بالطريقه انا بكرم ربنا وبقدسه؟ ولا ربنا يقول لي ان الشعب ده بيقترب الي بشفتيه وقلبه مبتعد عني؟ اخشى ان احنا تكون عبادتنا بعباده شكليه متمسكين بالشكل
وعايز امشي الطقس ولكن الروح مش موجود. ربنا انتهر الكذب الفريسيين عشان حافظوا على الشكل وسابوا الكوكب. دي شجره التين اللي مليانه اوراق لكن ما فيهاش ثمر. يا ترى لما باجي بعلم اولاد التسبيحه في الكنيسه هل مجرد بحفظهم التسبيحه وهو مش فاهم معناها فيقعد زي البغبغان كده عملوا تين تين ويشيل يشيل هو مش فاهم ايه اللي بيقول، ولا لازم اعلمه ان هو لما يجي يحفظ التسبيحه ويحفظ الالحان لابد ان هو يكون بيصلي بقلبه وفاهم معنى اللي بيقوله. احنا مش بغبغانات يا جماعه بنكرر كلام. ده بولس الرسول بيقول خمس كلمات لذهني افضل من 10,000 كلمه بدون ذهن وبدون فهم. فهل احنا بنركز على ازاي نقف امام ربنا وان فاهمين اللي بنصليه؟ ده مارس حق بقول عجيب يقول لك ان كنت لا تفهم ما تصليه كيف تطلب من الله ان يفهم؟ لو انا واقف وبقول كلام ومش فاهم ايه اللي بقول ازاي اتوقع من ربنا ان يفهم انا ايه اللي بقول؟ علشان كده الواحد هو بيصلي لازم تكون كل كلمه خارجه من قلبه، كل كلمه شاعر بيها، كل كلمه خارجه من اعماق. ودي طبعا محتاجه استعداد جيد للقداس، محتاجه استعداد لجيد الواحد لما بروح القداس ازاي اخلي ذهني من اي افكار واخش للقداس وبقصد. فصلاه الاستعداد اللي هي صلوات تخلي القلب يدوب من جوه حتى راح يكررها قريبا رغبة بتاعت المسيح حتى المسيح 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 المسيح. ايه؟ هل ده فعلا واحد يقول رب انا مش مستحق ومش مستوي؟ عشان كده تلاقوا في المزامير كتير داود يتكلم على الصراخ، وهنا ما اقصدش الصراخ اللي هو راح يزعق يعني، لكن صراخ القلب. انا عايز اقول لك على حاجه، لما يجي واحد بيغرق وبيقول نجيني الحقني انقذوني، هل اللي بيغرق ده بيقول انقذوني يقول تعالى انقذني من فضلك، ولا في بيصرخ وبيطلب النجده؟ نفس الكلام احنا لما بنقف وبنصرخ عن الشعب لان دول شعبك وبيعتك يصرخون اليك، هل فعلا الكلام اللي خارج من عمق اعماق قلبي قول من الاعماق صرخت اليك يا رب بصوتي الى رب صرخت بصوتي الى رب تضرعت، ولا الكلام خارج من الشفتين؟ اخشى واحنا واقفين بنعبد ربنا ربنا يقول ابونا ده او الشمس دول يقترب الي بشفاهي اما قلوبهم مبتعده عني. ويكمل يقول ايه؟ وباطلا يعبدونني. باطلا يعبدونني، عباده باطله. يبقى واحد بيصلي القداسات زي ما بيصلي ويحضر تسبيحه زي ما بيحضر ويستخدم اجبيه زي ما بيستخدم، ولكن ربنا يقول كل اللي بتعمله ده باطل. فهل نحن نصلي من القلب ولا من الشفتين؟ ده اول نوع من العبادات المرفوضه. العباده الثانيه اللي مرفوضه اللي هي عباده الجهل. دي قال عنها سفر الاعمال اصحاح 17 عدد 22 و23. لما بولس الرسول راح اثينا ووقف في اجلس بارس ولقى الناس عاملين الصنم، الصنم ده كتبوا عليه اله مجهول وابتدوا يعبدوه. فيقول لهم كده ايها الرجال الاثينيون اراكم من كل وجه كانكم مدينون كثيرا، لانني بينما كنت اجتاز وانظر الى معبوداتكم وجدت ايضا مسبحا مكتوبا عليه لاله مجهول، فالذي تتقونه وانتم تذكرونه هذا انا انادي لكم به. حال احنا نكون بنعبد بس بكامل مش عارف ايه اللي بعمله. يعني مثلا طقس من طقوس الكنيسه انا عبد نفسي ما مش فاهم ايه الطقس ده وايه ابعاد وليه بعمله بالطريقه دي. فدي عباده جهل. العباده دي يعني ممكن يعني الانسان مش هيستفيد منها الاستفاده المرجوه زي ما تكون عباده عن معرفه. ف ومن هنا برضه مهم جدا ان احنا نفهم طقوس الكنيسه وندرسها ونتعمق فيها وندرسها ونعلمها بحيث ان انا لما اجي اعبد ربنا ابقى فاهم كل طقس بيتعمل ايه؟ وفاهم ليه مثلا في الساعه الثانيه عشر احنا في يوم جمعه عظيمه بنزل الصوره بتاعت دكه الصلاه دي، ليه ما بنزلش ما بنزلهاش قبل كده؟
قال ان في 9 دقايق انزلوا السيد المسيح من على الصليب. عشان كده اخر الحلقه 10 لما نزل المسيح على الصليب بنزل الصوره دي. وبعد كده الصوره دي اروح فاتح باب الهيكل. ليه بفتح باب الهيكل في الساعه 8:10؟ ده لان فتح باب الفردوس، قال له اليوم هتكون معاك الفردوس، ففتح باب الفردوس. وبعد كده يخش جروب من الشمامسه يقف بيسبح من جوه، وجروب تاني بيسبح بره، وتفضل يتراجعوا بينهم وبين بعض. ايه السبب؟ ده تسبيحة الناس اللي هم موجودين في الفردوس ودخلوا مع تسبيحة الارضيين الاتنين بيشتركوا مع بعض في تسبيح السيد المسيح. وهكذا لابد ان انا افهم ايه اللي بيحصل، ابقى فاهم عشان اصلي بالروح اصلي بالذهن، والا العباده جهل ما تبنيش الانسان. يعني ممكن الانسان يعني يتمتع شويه بالصلاه ولكن ما تبنوش البنيان الروحي السليم. لكن كل ما الانسان يفهم عمق طقس الكنيسه، طقس الكنيسه دي عميقه جدا جدا جدا، قد ايه الاستمتاع والمنال الروحي اللي الكاهن وشعبه بيشعروا بيه لما يكون عبادتهم عن معرفه وليست عن جهل. والنقطه الثالثه او العباده الثالثه المرفوضه اللي هي بنسميها او سماها بولس الرسول العباده النافله. دي بتقروها في كلوسي 2 الصح 20 ل 3 سوري كلوسي الصح 2 عدد 20 ل 23. يقول اذا ان كنتم قد متم مع المسيح عن اركان العالم فلننزل كانكم عايشون في العالم تفرض عليكم فرق لا تمس ولا تصب ولا تجس التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعليم الناس التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. حكمة العبادة النافلة اللي اتكلم عنها هنا، العبادة النافلة إن أنا أبتدي أضع شوية أنظمة وقوانين، والأنظمة والقوانين دي أقدسها أكثر من تقديس الإنسان للعبادة اللي ربنا طلبها من الإنسان. أديكم أمثلة مثلا. يجي مثلا أب كاهن يحط نظام معين للتناول، يعني مثلا الرجال يخشوا من الباب ده ويخرجوا من الباب ده إلى آخره. ده النظام. يجي تلاقي لو حد كسر النظام ده تعبونا هنا يتنفس ويزعق ويفقد أعصابه. هنا حولت النظام. طبعا انا من الناس اللي بيحبوا النظام جدا، لكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ لو انا النظام ده خلاني افقد روحياتي وانا واقف على المسرح، خلاني اتنفس وافقد اعصابي، يبقى انا رفعت النظام البشري الى ما هو اعلى من وسيط ربنا. لان وسيط ربنا بتقول لي لا تغلط، وغضب الانسان لا يصنع بر الله. يبقى انا بكسر وسيط ربنا علشان ايه؟ احافظ على تقليل الاعمى. ده اللي ربنا هاجم بيه كده الفلسطينيين، قال لهم ابطلتم وصيه الله بسبب تقليلكم الاعمى. ان انا احط النظام وفي حفظ هذا النظام البشري بكسر بيه وصيه الهيه اعمى. النظام الانظمه البشريه الكثيره اللي الواحد بيحطها دي بيسميها العباده النافله، اللي احيانا ان انا بعبد واقدسها اكثر من تقديسي لوصية ربنا. وهنا الإنسان محتاج يقف ويراجع نفسه. هل كل الأنظمة اللي أنا بحطها دي بتخليني أكثر حاجة بطريق مباشر أو غير مباشر عن وصية ربنا ولا لا؟ أنا فاكر مرة كنت بصلي مع أحد الآباء الكاهن، وكنت مديله يعني إن هو يصلي المجمع، وكان أبونا في اتفاق بينه ما بين الشمامسة ان هم ما يقولوش احنا بنشتي، ان هم مش عارف انهم غلطوا في مره، فهنا قال لهم ما تقولوش. فالشمامسة برضه احيانا ليهم حركات يعني، انا ما كنتش عارف الاتفاق ده. فجاني واحد من الشمامسة يسالني وقت القداس ممكن يقول احنا بنشتي، يعني هو عايز ايه؟ طبعا التصرف الشمامسة ده تصرف خطأ، لان هو طالما في اتفاق بينه وبين ابونا مش المفروض ان هو يعني يعدي الكاهن ويجيني
علشان ياخد التصريح، ما طبعا مش عارف الاتفاق ده هيوافقوا عليه، وبالطريقه دي هم كسروا النظام بتاعه. فربنا واقف على المسرح بيصلي في المجمع وشايف الشماس جايين عشان ياخد الاذن على اللي يشتي. ربنا ذكي فعرف ان الشماس ده هيقول عيل جايين عشان يسال واحد يشتي. وافاجئ ان ابونا اللي واقف على المسرح جت زي يعني صراحه تحرير حرب كده يعني، يشاور على بنشتي هو رافع ايده اليمين، يشاور بايد الشمال على بنشتي اعمل له كده، يشاور كده اعمل له كده، يشاور كده اعمل كده، بطريقه كده فقد اعصابه على المسرح. طبعا انا استغربت ازاي ابونا يفقد اعصابه على المسرح بطريقه هو ايه الاهم؟ يقولوا بنشتي ولا ما بنبقاش يكسروا كلمته هو ولا هو كسر كلمه ربنا. المهم طبعا ما قالوش بنشتي بالرغم طبعا ان هم يعني في الطبقه الاسم من القصه حتى لو الكاتب من بين قانون، ولكن طبعا انا وقتها احتراما للذبيحه واحتراما للمسرح والقداس انا ما اتصرفتش، انا لسه عندي في الجوب لان انا بقى مشطر اعصابي في القداس على حاجه زي كده، القداس اهم منا. ولكن جيت ابونا بعد القداس اتكلمت معاه ازاي ابونا تكسر وصيه ربنا بسبب وصيتك انت الشخصيه، هذه العباده النافله ان الانسان يفقد اعصابه او يفقد احترامه وقدسيته او تقديسه للمذبح وللقداس علشان امر شخصي او نظام شخصي او ترتيب شخصي هو وضع. فهنا لازم الانسان في العباده نكون بنحافظ على وصيه ربنا اكبر بكثير من تقليدنا احنا او ترتيباتنا احنا او انظماتنا احنا. فقلنا ان العبادات المرفوضه هي العباده الباطله والعباده الجاهله والعباده النافله. اما العباده اللي هي مقبوله اللي هي العباده بالروح والحق. دي لما سيد المسيح قال للمراه السامريه قال لها الله والذين يسجدون او الذين يعبدون ربنا فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. يعني ايه بالروح والحق؟ بالروح لما الله روح فالمفروض العباده بتاعتي تكون عباده روحيه مش شكليه. اي ممارسه طقسيه بتمارسها بالجسد فقط من غير الروح احنا كده بنخلي الطقس يبقى عباده اوثان. اي ممارسه بنمارسها بالشكل او بالجسد من غير الروح احنا بنخلي من الطقس عباده اوثان. الله روح وليسجد ربنا او يعبد ربنا يعبده بالروح. وده حق اللي يعبد ربنا يعبده بالحق. يعني يعبد بالحق يعني حسب وصيه ربنا، حسب ما ربنا عايزنا نعبده مش حسب ما انا شايف اعبده ازاي. احنا كتير مثلا نركز على صوم الجسد دون صوم القلب، نركز على الاعتراف دون حياه التوبه، نركز على التناول دون الاتحاد بالله، نركز على الصلاة دون تكوين علاقة مع الله، نركز على آية الكتاب المقدس دون التركيز على السلوك بالوصية، نركز على المعمودية دون التركيز على إن المعمودية دي موت وقيامة مع المسيح من التاني. عشان كده أخشى إن يكون إحنا ابتدينا ننشئ جيل من المرائيين وليس جيل من الروحيين. قصدي جيل من المرائيين، جيل يعرف يقف في القداس يتناول يروح لربنا يعترف بانتظام، ممكن يكون حافظ تأجيله ومفرقة قال الكتاب المقدس ودرسه، ولكن من دول مفيش روحانية. يقرأ الكتاب المقدس لكن المقدس ما غيرش حياته، بيقف يتناول وما اتحدش مع ربنا، بيصوم لكن قلبه وجسده قلبه وروحه مش صايمه، بيعترف بمصبح اعتراف بس بعيد كل البعد عن حياه التوبه، بيقف يتناول ولكن بعيد عن الاتحاد بالله، بيصلي بكل سبع صلوات بتوع الانبياء لكن ما فيش علاقه شخصيه بينه وبين ربنا. مره السيد المسيح كان واقف وحواليه ناس كثيره، فالتفت فجاه وقال لهم من لمساني؟ تلاميذه بطرس ضحكوا، من لمسك يا رب؟ ده الجموع بتلمسك من كل ناحيه. ربنا قال لهم لا، في حد لمسني وفي قوه خرجت مني. جت المره اللي نزلت قدامه وقالت انا هسال. انا بتخيل بعد كل قداس
وبعد كل اجتماع وبعد كل تسبيحة ربنا يقف كده ويقول من لا نسالني. قول له من لا نسالني ده النهارده طابور التناول وانا عم ناوي ساعتين. كل الناس اتلبست معاك يقول لك لا. في جموع كتيره وقفوا وتناولوا لكن ثلاثه اربعه قدروا ياخدوا قوه للتغيير، قوه للشفاء، هم دول فعلا اللي تلامسوا مع الله. هل فعلا بدون الروحانيه لن نستطيع ان نتلامس مع الله؟ علشان كده كل صلواتنا وكل عباداتنا لابد تكون انها بالروح والحق، عباده روحيه وايضا عباده حسب وصيه ربنا. بالطريقه دي الكنيسه تقدر احنا نتغير ويتغير اولادنا وفعلا نتغير من مجد الى مجد الى تلك الصوره في عينها. ربنا يعطينا ان احنا نعبد عباده حقه بالروح والحق ونعمل كل ما يقول اكرام الى الان والى ذلك. هذه أدانية معرفة لازمة حقينها قبلها ربنا يخليك سيدنا في عيش خديمة ده برضه سيدنا يكون لنا من نفس الطلب حفظنا من يفتك بإذن أدائي قطاع سيد الموجود في مصر دايما عشان ريان مجمع قوي الأنصار فإحنا بنطلب فيما يفتك بإذن الأباء ندلنا في لقاء المؤتمر بتاعنا في المعنى يوم واحد بس مش طبيعي أطلب من كده حتى سبب الاعتراف كان افتكر لما قريت قصه ابونا ابريس السورياني ان كان يصوم قبل ما يروح يعترف. حتى يعني في خلال خبرات الاباء الاعتراف يصوم. لماذا سر التكليف الى الان ليس فيه صوم؟ سؤال اولا. الحاجه الثانيه يعني استفسار، يعني ابونا عمار اسحاق السورياني بيقول إذا كنت أنت ما تعرفش تصلي فكيف يعرف الله؟ أعتقد يعني ممكن لما تبقى كيف يعني يسمع الله يبقى أفضل من يعرف الله؟ العبادة الجاهلة هل نقدر نحط فيها إن إحنا مش عارفين بنصلي مين أصلاً؟ مين هو المسيح؟ بنصلي أو خلاص؟ هل ممكن نضغط فيها كده؟ العبادة الجاهلة، العبادة النافلة أنتم تكررون الكلام باطلا، ممكن تضغط بيها؟ شكرا سيدي. أدينا الوقت عشان أنا نسيت كده. هو طبعا بالنسبة للسير الزواج أكيد كلكم عارفين إن الطقس الأساسي للإكليل هو في القداس الإلهي بعد رفع الخط باكر يبقى لا طقس الزواج وبالطريقة دي هو في الصوم. حكاية طبعا ان كان الكاهن لا يفهم ما يقوله كيف نطق من الله ان يفهم ما يقصدش طبعا ربنا يفهم احنا بنقوله بس هو المسعى عايز يقوله لو انت مش متركز ازاي تطلب ربنا ان هو يستجيب صلواتك فهي معناها كده استجابه الصلاه. طبعا العباده الجاهله ممكن نضيف اليها نكهه لما نصلي اليه الانسان ما بقاش ممكن يعني انا برضه ممكن اوضح نكهه لما نصلي اليه يكون ممكن معرفته عن ربنا معرفة سمعية انا مش معرفة اختبارية فده جه زي لما قالوا بسمع الاذن كنت اسمع عنك اما الان فرأتك عيني مش كده هنفرق عن معرفة الله والمعرفة عن الله يعني ممكن تكون سمعت عن ربنا وقريت عن ربنا كتير بس انت ما عرفتوش لكن الجهل بالله معناه ان الانسان ما دخلش في علاقة شخصية حقيقية مع ربنا ممكن نطبق عليها الجهل بامور الطقس معنى الحركات اللي بتحصل معنى كده زي ما كان بيقرا الحبشي وكلوب بيقول له هل تفهم ما تقرا؟ اكزاكت يعني كيف تفهم الا لم يعرفنا؟ هم اللي يقراوا مش فاهم. ومش فاهم مين اللي بيعمل. والعباده النافله ممكن نزود عليها فعلا تكرار الكلام باطلا من غير روحانيه. هنا الايه دي ضد مش ضد التكرار ضد التكرار الباطل. اللي سمى المسيح في جسيماني كرر وقال وقال هذا الكلام بعيني.
تركنا احنا نقدمها على سبيل المقدمة. شيء حتى عند السئلة تانية. تفضل. العادة السئلة تفضل عشان كان في الميكروفون. أعتقد إن أنا بنسى كتير يعني نسي أو ممكن ألاقي حاجات في القداس بعد القداس أنسى الأكل مش هيصل حصل كذا بدأ أخطأ في حاجات كتير بتروح مني ما بعرفش إن أنا أوجه الشمس فبضطر إن أنا يعني بعض الأحيان إن أنا يعني باخده على جنب أو بوقف شوية مش عارف حلالي يعني أنا مفضلش يعني أنا مفضلش لكن ممكن يعني أنصحك على الأقل تحاول تفتكر حاجة واحدة المرة والمرة الجاية تحاول تفتكر حاجة تانية والمرة اللي بعدها تحاول تفتكر حاجة تالتة لكن وقت القداس مش مفروض أي حاجة تشتتك على الذبيحة السيد المسيح اللي هو العميس مهما حصل يعني أيام كنت في السريان وكنت بسلم كان لما لو قال لي كلمة عن حاجات خطأ في القداس كنت انتظر لغاية بعد القداس واجيبه واقول له انا خلي بالك حصل كذا وكذا وكذا لكن وقت القداس ما اقدرش ابدا ده وقت القداس حصل يعني في الموقف يعني الشمس اللي معايا يغلط طاقته معايا الضغطه دي يعني الضغط يعني متكررها انا ما بقلبوش وقلت القداس القداس زي ما ممكن اكون يعني فالضغط يكررها ما تكون ست شهور انا يعني ده طب ليه ما كلمتوش من اول مره بعد القداس؟ تعطيك فاكرها عشان عايز اقول لك مواهب الروح من غير ثمر الروح ما دخلش السماء فالنهارده يتشطط زي ما هم عايزين نتكلم بالسماء لكن لو مفيش السلوك بالروح والحياه بالروح ما يخشش السماء فهنا لازم نفرق بين مواهب الروح بالنسبة للإحساس بكلمات القداس بيستدعي ان الواحد يصليها بالراحة لكن بنقابل بمعارضة على اساس ان مطلوب السرعة مطلوب الوقت والحاجات دي كلها نيافتك تنصحنا دي يعني اقول على الاقل نصيحتين في النقطة دي النصيحة الاولى ان احنا نحدد معاد القداس ونكون ملتزمين بالمعاد ناس كتيره لو عرفت القداس مثلا من 8 ل 12 مش هيتضايق بس عارفين القداس يخرج الساعه 12 لكن لو قلنا هنبتدي 8 ونخرج ل 10 وبعدين القداس يخرج 10 ونص الناس بتحس ان الموضوع طول فلازم نعلم عن بدايه القداس وعن نهايه القداس ما يكفيش ما تقول القداس في الساعه 8 كل القداس يبقى من 8 ل 12 او من 8 ل 11 ونص وتكون ملتزم بالمعاد دي نفسيا انا ما بخش بقى لي ناس خارج في المعاد ما بحسش القداس طول النقطه الثانيه ان لو يكون في تنسيق ما بين الاب الكاهن وما بين الشمس يعني احيانا الشمس يبتدي يقولوا الحان كثيره جدا في يوم واحد يعني ممكن مثلا يروح يقول طب تشيكي فول يقول الشركة الكبيرة بتاعت الفرنسيس ويترني الكبيرة وشعر فرنسيس الكبيرة وهي أغاني ويبدأ يقول ألحان 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 كثيرة واخد بالك بحيث إنه يخلي الوقت الباقي للقداس قليل جدا أنا بحب الألحان دي ولكن لابد يكون في تنسيق ما أقدرش أقول كل الألحان في يوم واحد فهنا الأب الكاهن مع مسؤول الشمس ينسق السكسولوجيات مصر يعني أحيانا رفع خد بالك اللي يقدر يقول السكسولوجيات يقولوا السكسولوجيات تاخد مثلا لوحدها نص ساعة ويفضلوا يطولوا فيها دي بتنطف على وقت القداس فلابد يكون في تنسيق ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش واللي يتقال النهارده ممكن ايه يتقال ايه ما يتقالش النهارده يتقال بكره حتى التنسيق وبرضه في فرق ما بين
النشاط في اللحن وما بين الكروتة في اللحن وبين البطء الممل في اللحن. يعني اللحن طبعا انا بتكلم هنا واستاذ الحاج لازم اقول كده، لكن طبعا اللحن النشيط مفرح ومعزز للنفس، اللحن البطيء ده ممل والناس بتسمع ايه، واللحن اللي اتكرر محدش يستفيد منه. فازاي الالحان والزغزغيات والحاجات دي كلها تتقال بنشاط، فلما تتقال بنشاط الكل يبقى كده يعني معنى الشروحيه وكان يقدر يصلي براحه من غير كروته وكل يستفيد من ده القداس. تخيل احنا لازم نحط نهايه الاسئله فعلى تسعه يبقى جاتك في ذكرت العمل الباطل. في بعض المناسبات ملهاش تفسير زي اللي انت مغناطيس ترتيبات الدلال مفيش تفسير ليها كفايه. محتاجين تفاسير تانية زيادة بدائل. لا في بعض المناسبات مالهاش تفاسير تانية. يعني عايز اقول نشكر ربنا ان في كتير من الاباء يعني من ناحية الاب الرفيع كتبوا كتير. بالنسبة للكتاب غلاوسيس بالذات في محاضرة يعني انا كتبتها عن قصة كتاب غلاوسيس بس مكتوبة بالانجليزي هتلاقوها على الويب سايت بتاعنا لو حد بياخدها ويترجمها. الوصف بتاع الدايس اس يو اس كوبس الفول في محاضرة على القصة والأبسيس والمعنى الروحي بتاعه وتفسيره، فدي ممكن حتى يخطه ويترجمه في البابير كله لو وصف تسعة على الأبسيس الزي. من أكثر من الناس بنقول لتكم مشيئتك، فممكن أحيانا تبقى زي عبادة البطلة بنقول لتكم مشيئتك، بس أنا من جوايا عاوز الطلب دوت، وخصوصا لو أنا واخد يعني حاسس ان الطلب دوت مفيش حاجه انت من ربنا فيه او شايف ان وجهه نظري فيه كويس يعني مفيش حاجه من ربنا فيه، فازاي انا اوصل لنفسي لتكون مشاكل؟ عاده الواحد لما بيروح لدكتور بيقول له دكتور انا عندي التعب الفلاني ايه الدواء اللي حضرتك بتقولي؟ اروح لمحامي اقول له انا عندي المشكله القانونيه دي ايه رايك؟ اروح لمحاسب اقول له انا عندي المشكله المحاسبيه دي ايه رايك؟ الوحيد اللي بروح له بالحلول هو ربنا. اروح ربنا اقول له ربنا عايز تعمل لي كذا وكذا 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 وكذا. طبعا لما اروح ربنا بالحلول هل ده يعني شك علمي في مقدره ربنا اكتشاف الحل المناسب للمشكله؟ النقطه الثانيه هل اللي انا شايفه في عينيك كويس؟ ممكن يكون في عينيك كويس بس في عين ربنا مش كويس. يقول لك افكاري ليست كافكاركم كما علت السماء على الارض كذا علت افكاري عن بني البشر. بولس الرسول شعر ان لو ربنا شتم المرض بتاعه بالشكر الجسدي حاجه كويسه كانت تديله نشاط اكثر في الخدمه. تعرف بولس الرسول كان عنده ضعف في البصر وبيقول كان عنده قروح. فطبعا مع ضعف البصر دي واحد بقى زي بولس الرسول لو البصر القوي كان يكتب اكثر ويقرا اكثر وفي نفس الوقت القروح دي كانت صعبه خدمة. فبص الرسول طلب ثلاث مرات وكان طلب كويس. ربنا قال لا انا مش عايز اشكي تكفيك نعمتي لا قوتي في الضعف تكفي. بص قال بس كده قد افتخر بضعفاتي لكي تحل علي قوه المسيح. فهنا ممكن يكون انا في رايي حاجه حلوه ولكن في راي ربنا دي مش مصلحتي زي ما الشفاء بالنسبه لبص الرسول. فعشان كده راح يقول يا رب المر اللي اختارتوني احمد الطاعه اللي انا بختاره لنفسي. الانسان يقدم نفسه في خضوع كامل لمشيئه ربنا مفيش منع ولا رب انا نفسي بكده ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتي. بشكركم جميعا عشان الوقت ربنا يسلمك عليكم. نشكر ضيافنا حول الليل سيدنا أبا يوسف على تعاون محدثه ونحن كلنا في شوق واشتياق لمعاده السنة الجاية إن شاء الله ربنا يوفقك. دلوقتي راح 10